السعودية في مختلف المناطق، في الحارات، في المتابعين من مختلف الأماكن اللي يتابعون. الأخضر السعودي يتألق ويسجل الهدف الثامن ويصل إلى النقطة السابعة وشباكه تظل نظيفة. والآن مشجع المنتخب الإماراتي يالله أن منتخب اليمن يستطيع أن يقدم خدمة لمنتخب الإمارات. ممكن الثالث، ممكن الثالث، عطى خلاص الثالث، عطى الثالث، 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 الثالث للمنتخب السعودي. تعامل مثالي للغاية، أداء راقي للمنتخب السعودي، تعامل راقي. في اللقطة السابقة يأتي لاعب المنتخب السعودي ياسر القحطاني يشاهد زميله أحمد الفريدي، وأحمد الفريدي سجل الهدف الثالث لمصلحة المنتخب السعودي. 3 أهداف للمنتخب السعودي ولا شيء للمنتخب الإماراتي. عمل جيد، مرتدة مثالية سريعة وصلت بهذا الشكل. لاحظ مرة أخرى الكرة السابقة، لكن المرتدة لاحظ مثالية للغاية، السرعة حاضرة، المدافعين الإماراتيين وكان المنتخب الإماراتي والمتتبعي المنتخب الإماراتي يتحدثون عن أن في مشاكل في خط الدفاع. نعم، مشاكل خط الدفاع أعتقد أنها كانت واضحة في الهدف الثاني وواضحة في الهدف